السلام عليكم ومرحبا بكم في شيوه جديده من شيوات ام انس. اليوم جيت وجبت لكم واحد الكيكه عجيبه وغريبه شكلا ومذاقا، والطريقه ديال التحضير ديالها طريقه رائعه. كيكه الجبن المجنونه او كيكه التشيز كيك المجنون. حقا هذا الاسم هو غادي تستغربوا منه، لكن تبعوا الفيديو حتى النهايه وتبعوا الطريقه وغتعرفوا القصد ديالي وعلاش سميتها كيكه الجبن المجنونه. ممكن يجي القوام ديالها صراحه رائع، كريمي وطبقه من الكيك من فوق وطبقه الجبن في الوسط وتفاح من تحت، وبمذاق القرفه كتجي كتحمق على ما اظن. حصريه على قناه عربيه، فهذه هي شفتها في قناه المانيا، فهي كيكه المانيا 100%. المهم كنتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم والاستحسان ديالكم. ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم الى لقيتو الفيديو كيستحق التشجيع. والناس اللي كتزورونا لاول مره فكنقول لكم الف مرحبا، ضغطوا على زر الاشتراك الاحمر ابوني او سبسكرايب باللغه الانجليزيه، وما تنساوش كذلك تفعلوا الجرس يكون محاط بخطين باش تبقاو توصلوا بجديد الوصفات وجديد القناه. وما بقى لي خوتي الا نقول لكم خليكم ان شاء الله مع هاد كيكه الجبن المجنونه، وكنتمنى لكم فرجه. المقادير اللي غنحتاجو ان شاء الله اليوم لهاد الكيكه تشيز كيك بتفاح ومذاق القرفه، الكيكه العجيبه واللي غادي يكون الغريب في الامر، غتبعوا معايا ان شاء الله. فالغريب في الامر انه الكيكه عامله تقريبا بحال كيكه قدره قادر الا كنتوا كتعرفوها. تبعوا معايا وغتعرفوا ان شاء الله في النهايه على من كنهضر. بالنسبه للمقادير فكيف ما كتشوفوا عندي هنا ثلاثه تفاحات متوسطه الحجم، 125 غرامات من الدقيق، اي الدقيق الابيض ديال الفرص، ما يقارب اربع ملاعق مملوءه جيدا، يعني ملاعق حساء ونصف، اربع ملاعق ونصف حساء من الدقيق. عندي هنا زبده طريه ما يقارب 100 غرام، يعني تكون بدرجه حراره المطبخ، كأس كيف ما كتشوفوا ديال السكر او نصف كأس من السكر ما يقارب 100 غرام، 50 مللتر من الحليب ديال كيف ما كتشوفوا. فانا عبرت في البيبيرو ديال الاطفال لانه البلاستيكات اخرين ما فيهمش 50 ملي، كيبداو لي دائما 100 ملي ما فوق. فصافي المهم عبروا 50 مللتر من الحليب. غادي نستعمل ملعقه صغيره من القرفه، رشه او قبصه ملح، ثلاث بيضات، وعندي هنايا خميره كيماويه ما يقارب 16 غرام كيف ما كتشوفوا. بالنسبه للناس المغرب فيستعملوا خميرتين، وعندي هنايا كيس من الفانيليا. فغنجوزوا على بركه الله لطريقه. غادي نقوموا بتكسير ثلاث البيضات في واحد الاناء اللي غادي نخلطوا فيه الكل جيدا. غادي نضيفو 100 غرام من السكر، غادي نضيف رشة ملح، رشة فقط بهذا الشكل ها هو. غادي نضيف 100 غرام من الزبدة، غادي نضيف كيس من الفانيليا أي اللباني، صافي. كيف ما كتشوفوا معايا من بعد ما كتجانس لي العناصر كتذوب الزبده وكيتلاشى وكيختفى لي السكر، فعاد كندوز باضافه الدقيق كمرحله ثانيه. وكذلك غادي نضيف ديك 125 غرام من الدقيق ما يقارب اربع ملاعق حساء ونصف. دائما كنقول لكم بالعبار بالغرام بالنسبه لربات البيت اللي عندهم الميزان متوفر في البيت، وكذلك بالملاعق بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الميزان في الدار. غادي نزيد خميره كيماويه ما يقارب 15 غرام كيف ما كتشوفوا معايا، غادي نضيف ملعقه صغيره اللي تكون مملوءه من القرفه. الفرن في خلال هذه المرحله كتسخنوا الفرن ديالكم على كيكون ساخن، فكيف ما كتشوفوا هذه ملعقه صغيره من القرفه، غادي نعاود نخلط الكل جيدا.
صافي كيف ما كتشوفوا غير كيختفى الدقيق، كيولي عندنا القوام ديالو كريمي ثقيل شيئا ما. وكإضافة أخيرة غادي نزيدو ديك 50 مليلتر من الحليب كيف ما كتشوفوا معايا. وغادي نعاود نخلط الكل جيدا. كيف ما كتشوفوا معايا كيولي القوام ديالو قوام كريمي. فدابا قبل ما ندوزو نقطعو التفاح غادي ندوز نوجد الطبقه الثانيه اللي غتكون ان شاء الله الطبقه ديال التشيز كيك، او طبقه ديال الطبقه الثانيه اللي غتكون ان شاء الله الطبقه ديال التشيز كيك الكريميه او طبقه الجبن. فكيف ما كتشوفوا عندي هنايا 250 غرام الى 250 غرام، تقريبا 500 غرام من الجبن الكريمي اللي سميتو هنايا في المانيا شبايزكباك. انا استعملت 40% من الدهن لانه كيجي كريمي اكثر ولذيذ اكثر. عندي علبتين من هذه العلبه، يعني 200 في جوج، يعني هي 500 غرام من الجبن الكريمي. بالنسبه للناس اللي في المغرب فكيستعملوا اي جبن كريمي عندهم، مثلا بحال فيلادلفيا او الجبن ديال الجبلي. كيف ما كتشوفوا عندي هنايا الكريمه القشده الطريه السائله اللي سميتها شلاكزانا، كذلك نسبه الدهن اللي فيها 30%، كانت عندكم 35% فهي احسن. عندي هنايا 150 غرام من السكر، عندي بيضتان، وعندي هنايا علبه او قنينه من الفانيليا. بالنسبه لكم نتوما تقدروا تستعملوا تعوضوها بكيسين من الفانيليا. وهنا على جنب عندي النشا، غادي نستعمل ما يقارب 3 ملاعق مملوءه جيدا من النشا اي المايزينا. فنقولوا على بركه الله لطريقه تحضير الكريمه او طبقه تشيز. هنا عندي في واحد الاناء زجاجي غادي نشبر 500 غرام من الجبن. علاش سميتها هاد الكيكه كيكه مجنونه؟ لانه طبقتين تختلط وكتطلع الطبقه الكريميه لفوق، بالرغم اننا حنا كنعملوها عفوا كتهبط لتحت، بالرغم اننا كنعملوها كطبقه اخيره الفوق كتولي لتحت والطبقه ديال الكيكه كتطلع الفوق. كيفاش الله اعلم، يعني بحال كيكة قدرة قادر، لذلك سميتها تشيز كيك المجنون على ما اظن حصرية على قناتي. فانا شفتها في واحد القناة المانية، ما عرفتوش عملتها شي يوتيوبر عربي الله اعلم. صافي بهذا الشكل ها هو العلبة الاولى، ثم غادي ندوز. غادي نحاول نستعمل هذا هو لانه الخليط كيطاير عليا باش ما نرونش الدنيا. بعد ما خلطت الكل جيدا ردوا البال ديالكم لانه الخليط سائل ويتطاير بشكل رهيب جدا. رونت الدنيا وسخت الكاميرا، طليت عند الكاميرا العدسه ديال الكاميرا. فصافي غادي نضيف الكريمه الطريه او القشده الطريه السائله، ماشي اللي كتكون قاسحه سميكه، القشده السائله هانتوما كيف ما كتشوفوا. وما غادي نضيف القشده السائله فغادي يكون اكثر ديك المشكل ديال التطاير، فلذلك حاولوا ما امكن تغطيوها بشي حاجه. المهم انا غادي نضيف قنينه من عقده او من اكسترا ديال الفانيليا اللي سميتها باللغه الالمانيه فانيليا اكسترات.
بالنسبة لكم انتم اللي ما عندش متوفرة، فكتملو كيسين من الفانيليا ما يقارب 16 غرامات. فغادي نجيب دابا المايزينا واللي سميتها باللغة الألمانية فاين شبايز شتاكل، اللي كتكون كذلك موجودة في أي بلاصة. شوفوا معايا كل منقطة بالخليط لأنه تطاير عليها. غادي نشبر وغادي نعمل 3 ملاعق مملوءه جيدا. سمحوا لي ما غادي نقدرش نعبرها بالميزان، غادي نعمل مباشره. هانتوما كتشوفوا معايا ملاعق اللي كتكون مملوءه، ملعقتين ثم 3 ملاعق. فهنا كيف ما كتشوفوا معايا عندي المول اللي سبق لي غبرته جيدا بالدقيق، دهنته بالزبده، وهذا هو الخليط اللي حضرنا كتصبوا الخليط ديال الجبن او الخليط ديال تشيز، فكتصبوه ب يعني غير بشويه باش ما كيهبطش معكم. من الاحسن تستعملوا ملعقه، بالنسبه للملعقه عندي شويه مسخه بالزبده، ما علينا. غادي تشوفوا معايا الطريقه باش ما كيهبطش معكم مباشره للقعر. شنو غادي نعمل؟ غادي نعمل بحال واحد الواقي كما كتشوفوا معايا هكذا. نهاية ديال الفيديو باش نشوفو طبق التقديم النهائي. طبعا الكيكة كتقدم باردة و يعني بعد 40 دقيقة كيف ما قلت لكم كتخرجوها وكتسناو ليها تبرد جيدا وعاد كتقطعوها. كيف ما كتشوفوا معايا اعزائي الكرام، هذا هو القص ديالي والمقصود ديالي. فكيف ما كتشوفوا الكيكة كتطلع الفوق، يعني العجين ديال الكيك كيطلع الفوق والجبن كيهبط لتحت. دابا كيف ما كتشوفوا معايا الطبقه ديال الكيك كتطلع الفوق والطبقه ديال الجبن كتهبط لتحت، ومع القطع ديال التفاح هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا كتجي صراحه رائعه جدا. المهم بقى لي هوتيل نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه، والى الفرصه القادمه ان شاء الله. باي باي.